الحديث عن قصبة تدلفة هو حديث عن التاريخ، وحديث عن العمارة، وحديث عن السلاطين، وهو حديث شيق. نبدأه بالاسم، فإن اسم مركب قصبة وتادلة، يعني هي قصبة اللي شيدت ببلاد تادلة. تفسيرات علاش الاسم تادلة، واش هي غمرة القمح أو أنا. فهنا كاين بزاف ديال التفاسير بخصوص الاسم ديال تادلة، فهو يرجح أنه أمازيغي. تادلة هي الغمرة ديال القمح بعد الحصاد ديالها والجمع ديالها، فهي الغمرة ديال القمح. أو الشعر الغمرة بمعنى لا موت، سي لا موت اون فرونسي، هي ديك فاش كي عند الحصاد كتجمع واحد المجموعة ديال السنابل على شكل مجموعة، ويتم لفها بهذاك بالنبات ذاته اللي هو ديال القمح. هذيك هي الغمرة ديال القمح. فهي بلاد تادلة، بلاد هذه حتى هي عندها واحد الدلالة كبيرة، هو أن تادلة كانت بلاد ديال الزراعة وديال الخدمة. وفي هذا الصدد فاش كنهضروا تاريخيا على بلاد تادلة ومدنش بن الزراعة، فالبكري والإدريسي كيذكروا بأنها كان فيها يزرع فيها القطن، والمدن اللي كانت في بلاد تادلة اللي هي داي وتادل، مدينة تادلة ومدينة تقريرت أو قصبة تقريرت، لا يحتاجون إلى غيره من القطن من بلاد أخرى. يعني القطن اللي كانت يتزرع في بلاد تادلة في القرن الحادي عشر والثاني عشر كان يكفي هذه البلاد، وما كيستوردوش قطن آخر، كيستعملوه، كيكتفيوا بالقطن ديالهم. يعني هذا يشير إلى الوفرة في الإنتاج ديال القطن. يعني كنهضروا على القرن الحادي عشر والثاني عشر، يعني هاد البلاد كانت غنية. هذا هو الاسم ديال تادلة اللي هو سهل تادلة، المعروف بالبسيط الأفيح، يعني بسيط. وهو جاء على طول الدير، والدير هو منبع ديال العيون، عين سردون، عين فم العنصر، عين تاكزيرت، عين اللي في زاوية الشيخ، دونك هنا، والأنهار، نهر أم الربيع. لان هذا نهر، هذه بلاد فيها الماء، فيها، وحيث يوجد الماء توجد الحياة وتوجد الثروة ويوجد التاريخ، لان الماء هو الروح ديال الوجود وديال الحياة. هذه مسألة عند جميع الحضارات في تاريخ البشرية، ان الماء، خصوصا المناطق اللي هي كتعرف الندرة ديال المياه. في بلاد تادلة هي عرفات العمران والتعمير منذ القرون الأولى ديال ما قبل الإسلام. فهناك إشارات بأن عندنا فزاز بناها المهدي بن توالى، وخا في خنيفرة، راه كاين اللي كيعتبر خنيفرة هي مقدمة بلاد تادلة، لأن أم الربيع راه كتدخل في بلاد تادلة. وعندنا في شتالة اللي هي تافزة أفزة، وقبل منهم كاينة داي وكاينة تاكريرت وكاينة مدينة تادلة التاريخية التي لم حتى واحد ما عثر عليها. ولكن قصبة تادلة كقصبة فهي جات في واحد الإطار تاريخي اللي بعد تمكن الأسرة العلوية من الحكم المغرب واستتباب الأمن، فبدأ تأسيس في عهد هاد استتباب الأمن جاء مع مولاي رشيد، ومن بعد منه جاء مولاي إسماعيل اللي غادي يأسس واحد العدد كبير حسب بعض المصادر التاريخية 76 قصبة في المغرب. وهاد القصبات كلها شيدت على طول الطرق التجارية والطغور لحماية البلاد ولتأمين يعني الرواج التجاري وتنقل ديال التجار والساكنة. إذن هذه قصبة جات في هذا الإطار التاريخي، لأن المولاي إسماعيل معروف تاريخيا بالتشييد وبالبناء، حتى أنه كاين واحد المثل المغربي تيقولوا فين غادي هاد الصورة مولاي إسماعيل، لأن مولاي إسماعيل أحيانا كان كيجند القبائل والجيوش لبناء أسوار ولبناء قصبات، حتى أن الناس ما بقوش كيتوقفوا على البناء. وفي نص تاريخي مدون أن سجين أوروبي شاهد هاد البناء ديال القصبة تادلة وشارك فيها، وكيشهد بأن المولاي إسماعيل بنفسه تهو ساهم في البناء،
ويشتغل كواحد من 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 العمال. يعني هذه بناء هذه قصبه بناها سلطان من اقوى السلاطين في تاريخ المغرب. اذا كان عندنا احمد المنصور الذهبي مع السعدي مع السعديين اللي بنى قصبه الزيدانيه، فقصبه تدلها بناها سلطان قوي اللي هو المولى اسماعيل، وعين فيها ابنه مولاي احمد الذهبي اللي كان ولي العهد. يعني باش تعين ولي العهد في واحد القصبه هذا الاهميه ديالها. وحتى من المجال المعماري في هذه القصبه فهي كتنقسم للجزء اللي بنى مولاي اسماعيل والجزء اللي بنى مولاي احمد الذهبي. فمولاي اسماعيل بنى المسجد اللي هو موجود شرقا مع واحد مع قصر صغير ورياض ومرابض للخيل ودويريه كذلك واداره اللي كانت تمارس فيها الاداره والحكم. ملي جاء مولاي احمد الذهبي فهو بنى مسجد اخر، وكاين نص تاريخي كيشهد بان مولاي احمد الذهبي بنى مسجدا اكبر من مسجد او قصبه اكبر من قصبه والده، هي ماشي قصبه وبها مسجد، يعني بنى مسجدا وقصبه اكبر من مسجد الذي بناه الوالد ديالو. دونك مولاي احمد الذهبي زاد في العمران ديال هذه القصبه ووسعها وزاد في اتجاه المناطق اللي فيها المخازن. فالقصبه فيها بحال هري السواني اللي كاين في مكناس، كاين في تادلا واحد الهري كبير فيه تقريبا 18 وحده للتخزين، وهي بنايه ضخمه والاسوار ديالها كتفوق 4 الامتار ديال 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 العرض. يعني هذه بنايه ضخمه. اكثر من هذا كتميز بحال المثيله ديالها اللي هي قصبه بولعوان في سطات، كاين واحد ان دونجون يعني واحد 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 البرج نازل من العاليه الى سافله الوادي، يعني غادي من الربوه فوقا فين كانت في الربوه اللي تبنات فوق منها القصبه، وهبط هذا البرج حتى الماء. علاش؟ لان التقنيه اللي تعتمدت معماريا هو تامين الوصول الى الماء في حاله محاصره القصبه. اذا فهذه القصبه راه ما كانتش مجرد فيها غير العساكر، فاولا معماريا فيها خاصيات مميزه، والكثير من القصبات اللي بنى مولاي اسماعيل اندثرت بقاو فيها واحد العدد قليل، ولكن قصبه تادلا عندها هذه الخاصيه انها ما زالت تحتفظ بجميع المكونات المعماريه ديالها. وباش نفهموا شنو هما القصبات اللي كان كيبني مولاي اسماعيل والدور ديالهم، نمشيو يكفي ان نحللوا وندرسوا هذه القصبه معماريا. فكاينين جوج ديال المساجد، كاين مخازن ديال المؤونه وديال التحصيل ديال الضرائب، كاينه اداره، كاين سكن ديال الامير، وكاين سكن ديال الجنود. ولكن هذه المساجد هذه القصبه المساجد ديالها كانت مفتوحه للعموم، انا كانت تؤدى فيها الصلوات وكتأدى فيها حتى صلاه الجمعه. اذا هذا فهو مسجد جامع. وفي البدايه دخول الفرنسيين لتادلا راه دخلوا القصبه الاسماعيليه في تادلا وحولوها لتكنه عسكريه. وبعض الصور من خلال بعض الصور والقراءه ديالهم كتبين بان كانت واحد العدد كبير ديال المنازل محيطه بالقصبه وداخل القصبه، فتم تخريبها وتدميرها من طرف المستعمر باش يحصنوا المكان اللي حولوه هما لواحد القصبه عسكريه اللي من خلالها غادي يستمروا في غادي ينتقلوا للاستعمار والاستحواذ على باقي الاراضي ديال بلاد تادلا. ومن خلال قصبه تادلا تم الهجوم على الزيدانيه وعلى القصيبه ديال محا وسعيد في واحد المعارك كثيره. دونك هاد القصبه عندها تاريخ، عندها معمار، عندها رمزيه، عندها اسس اللي تبنات عليها واهداف اللي تنشات من اجلها، كما انها كترمز لواحد حقبه تاريخيه مهمه من تاريخ المغرب.